صباح الخير. شباك يا اخي شو هالصريخ قالك؟ كيف حالك؟ وكنت منيح، شو قصتك طول بالك؟ شو هالصريخ؟ نسمعك نحن هلا سؤالك. كيف الشغل معها؟ قلت لك غزبون وسكر، ماشي الحال الحمد لله، كيفك انت؟ هون بيعملوا رعي جمهورية. لا يا اخي شو بيعملوا؟ هون حبيبي بيقدموا طلبات لترشيح نفسهم ليكونوا رؤساء جمهورية. ولي انا وقفت على الحيط شفت رعي جمهورية، قلت انا هون بيعملوا رعي جمهورية. بدك تقدم طلب. طلب. بدك تقدم طلب ترشح لرئاسة الجمهورية. ايه. شو عم بتبيع حضرتك؟ شو بتشتغل؟ والله انا ببيع تروش. معزي، غنم، بقر، دويب، عش بدك فيه؟ راعي، راعي، ولي عش عرفه. طيب شو عرفه؟ منك مزيح. معارس. ايه. برر تك 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 تك. فنا خي والله فنا. جايبين معك الخواريف برا. عنا قريشي، عنا لبني، عنا حليب، عش بدك فيه؟ خي فنا خلص فنا. شو بدك خي فنا علي؟ يعني ما بيضوشنا معك. خي انا بيضوشنا. امرنا لنبيض. انا لبيض، انا وجهي معك، امرني شو بدك. هلا وصلت على بيت القصر. تفضل. والله قصدك بخدمة. يا خي قول شو بدك خي. انا كلني حاضر لك. تفضل. بدي اترشح على رئيس الجمهورية. نعم. ينعم عليك. عم تسمع؟ عم اقول لك بدي اترشح على رئيس الجمهورية. اهبل انت.